الحدث اللي يمكن احنا بعد التوقف يعني امبارح، لكن كلنا كنا منتظرين بقالنا ايام بيان اتحاد الكوره. وزي ما سالت انا كان معايا كابتن محمد عمر، يا كابتن طارق، كابتن ايهاب كان معايا كابتن محمد عمر، وسالته سؤال مباشر: تعليقك كواحد لعيب كوره كبير ويعني عاصرت يعني فرق كتيره واتحادات كتيره، البيان شايفه ازاي يا كابتن طارق؟ يعني بدايه كنا الايام الماضيه بالنادي وبنقول لازم يكون في تغيير للجهاز الفني. اعتقد ان اتحاد الكوره لبى هذا القرار. ليه؟ لان كان في ضغط كبير جدا من الاعلام، من الجماهير، في صوت كل الناس ان احنا لازم نغير الجهاز الفني، اللي هم ما كانش في نيه اصلا يغيروه. عشان تعرف يعني ده بقى يعني حاجات، كان في تعليقات وتصريحات قبل الكلام ده انه يعني بقى زي ما احنا زي ما احنا واحنا احنا على مستنيين لي 26 والراجل اصلا ما كانش مطالب ياخد البطوله والحاجات دي كلها، لكن لقى الضغط عالي شويه عليهم، وكانت فعلا حمله كبيره جدا على اتحاد الكره. هو القرار الصائب الوحيد اللي هم عملوه النهارده حاجتين: اول شيء ان هم مشوا فيتوريا وجهازه الفني، والثاني وجود كابتن محمد يوسف بخبراته بتاريخه بكل ما هو معروف عنه ان هو نجم كبير، سواء كان لعيب سواء هو مدير فني، حقق بطولات مع منتخب مصر، حقق بطولات مع النادي الاهلي وهو لاعب، حقق بطولات وهو مدرب مع النادي الاهلي، فكل التقدير والاحترام ليه. لكن اللي انا بعلق عليه اللي هو التصميم على مدير فني أجنبي. هل ما سمعوش باقة الكلام للشعب المصري ان هم عايزين مدير فني وطني، يكون وطني، يكون واخد حس الناس، يكون حاسس بالناس، حاسس بردود افعال الناس؟ هو ده اللي احنا كنا بنقول، لكن واضح جدا الاتجاه خلاص للمدير الفني الاجنبي، مع وجود طبعا مدير فني قدير زي الكابتن علاء نبيل. والكابتن علاء نبيل من القامات المحترمة جدا، صاحب الخبرات الكبيرة، مدرب طول عمره، مدرب منتخبات طول عمره، كان الدراع اليمين للكابتن محمود الجوهري، فإذن أصابه في وجود كابتن علاء نبيل. طيب